وقف على خشبات المسرح وأمام الكاميرات وأدخل البسمة إلى كثير من الأرواح والأجيال والمنازل، مسجلا مسيرة مضيئة لن ينساها تاريخ الفن والثقافة والإبداع. أحدثكم عن الفنان القدير خالد الرفاعي. أبو محمد مساء الخير والف الحمد لله على سلامتك. هلا حبيبي مفرح، يعطيك العافية وشكرا لك على حضورك، وشكرا لجميع الأخوان اللي جوا معك، وشكرا روتانا على هالزيارة اللطيفة. هذا جزء من واجبنا، وشكرا لكرمك وضيافتك واستقبالنا. أبو محمد إذا سمحت لي وأنا استأذنتك قبل يعني هذا، أنه طمنا على صحتك وطمن المشاهدين. والله الصحة تمام، لكن قبل كل شيء أبغى أقدم شكر وعرفان وتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، ولا أنسى سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ولا أنسى أيضا وزراء الإعلام السابقين الذين حقيقة وقفوا معي، وزير الإعلام معالي عواد العواد وتركي شبانة اللي كانوا والله على طول إذا هو ما اتصل مكتبه يتصل ويسألون عني، كما فعل وزير الثقافة أيضا مكتبه وسموه تكرم واتصل كذا مرة للإطمئنان على صحتي. وأشكر الحكومة اللي قدمت لي التسهيلات سواء علاج داخل أو خارج المملكة، فهذا معناه أنه الفنان له قيمة ولله الحمد في هذه البلد. نعم الحمد لله، وهذا من نبلك ووفائك، لكن طمنا على صحتك، كيف الأمور الصحية الآن؟ والله إن شاء الله صحة إلى الأفضل يا رب. وما بغيت أنسى فيها زميلنا الصحفي الأستاذ، يا أخي ما أدري وش أوصف هذا الرجل اللي هو عبد الرحمن الناصر أبو سلطان. أنعم وأكرم. هذا الرجل هو أول من كتب تغريدة عن خالد الرفاعي أنه الحقوه ترى الرجال مريض، وفعلا كنت أيامها مريض مريض مريض، يعني ما كنت أقدر أتنفس. الآن كويس يعني حاط هذا، أحيانا أفكه مش كثير بس أفكه، فبرضه هذا شكر وتقدير له. ومن الممثلين ما أنسى زميلي وصديق عمري الفنان والمنتج ماهر الطويل بطل الكاميرا الخفية، هذا الرجل وقف معي وقفات ما وقفها معي أي ممثل أو أي فنان من الوسط الفني سواء ماديا أو معنويا أو نفسيا، كان يوميا عندي وهو رجل تعبان بنفسه. تخيل لما واحد تعبان يجي يزور واحد تعبان. بقية أصدقائك في المشهد الفني؟ فيصل العيسى بطل مسلسل شباب البوم، هذا الرجل أقدر أقول لك ما أقدر أوفي حقه، وقف معي وقفات أنا لم أقفها معه، في ناس وقفت معهم كثير لا داعي لذكر أسماء، ما رفع السماعة وقالونك يا نعم. وبعض الفنانين من الوسط الفني والثقافي والله يزوروني، بس ما أبغى أذكر أسماء، وفي ناس جاحدين عتبان عليهم، والله ما يعني العتب مرفوع، نبغى نقول ندور لهم عذر من هنا من هنا، يمكن مشغول يمكن نسى يمكن. وش تقول لهم اليوم كذا على الهواء أمام الجماهير؟ أقول لهم اللي شفناه حتشوفونه بكرة، بني آدم مسير وليس مخير، مفهوم الظاهر. أبو محمد قبل التسجيل كنا نتحدث ويعني طمنت أن الحمد لله أن الأمور تسير بشكل جيد، آخر الحوار اللي بينك وبين الأطباء يعني حول وضعك الصحي إن شاء الله أنه مبشر وإلى خير. والله الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله، في الاستشاري أيضا والدكتور المتابع لحالتي في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور صالح الظاهري لا أنسى، استشاري وأخصائي أنف وأذن وحنجرة، هو اللي متابعني من 4 سنوات،
الحمد لله وإن شاء الله إلى خير يا رب. وأيضا لا أنسى الدكتور خالد العقلة استشاري برضو في مدينة الملك فهد الطبي أخصائي رئة. يعني أنا عندي تعب، أنا أول ما قالوا فيك سرطان. نعم مستشفى خاص ما أبغى أذكره، دخلت قالوا فيك سرطان. بعد ما جاني أمر العلاج وذا دخلت سووا لي خزعة وأخذوا ذا، طلع ما فيه، بس فيه عندي نقص يسمونه نقص أكسجين، يعني أحيانا ترى تجيني نفضة أنا ما أحس بها، هذه عشان الأكسجين ما يوصل بسرعة. هذا كله ترى بأسباب التدخين على فكرة. كذا شخص أنه السبب ما هو شخص تدخين. أنا كنت في اليوم أدخن 4 باكيتات، يعني 80 سيجارة في اليوم. الآن لي 4 سنوات ونص مبطل الدخان، شوف لحد الآن تعبان. وهذه رسالة، هذه رسالة عاد اللي يبغى يفهم يفهم، اللي ما يبغى يفهم على راحته، بس هذه اللي حاصل لي. أنا أتكلم عن نفسي. قدامك العافية يا رب، وإن شاء الله بإذن الله أنه يعني تتوالى الزيارات ونشوفك بصحة وسلامة. يطول في عمرك يا أبو محمد. إذا تسمح لي كذا نفتح الملف الفني شوي، يعني من مسرحية تحت الكراسي وقبلها بن فهرة. ممكن قبل طبعاً. كيف كانت الصعوبات اللي واجهتوها في ذيك الأثناء في موضوع الإنتاج وفي موضوع التمثيل وفي يعني أكيد إن الصعوبات كانت كثيرة. يعني أنت خلني أقول لك دخولي للتمثيل أتى يمكن صدفة. أنا أساساً ماني ممثل، أنا كنت صحفي، كنت في جريدة المدينة في مكتب الرياض. كنت أول ما بديت محليات أو كذا. هذه المرحلة قبل المسائية؟ قبل المسائية بكثير. بدايتي جريدة المدينة، كنت محليات مدريش. كان في عندنا واحد اسمه الله يذكره سليمان العمري، كان مدير مكتب الرياض، وجاء بعده واحد اسمه عبد الرزاق السنوسي، والله إني أذكرهم. وش رايك تكتب بالفن؟ كان فيه الله يرحمه جلال ابو زيد، هذا اعتبره ترى استاذي الله يرحمه يغفر له، ابو خالد ذكرته، هذا استاذي بالاعلام، كان هو في جده وانا في الرياض، يوميا كان بيننا اتصال. فقال لي اكتب بالفن، انت فيك شوي. يا شيخ ايش فيني؟ قال لا في مساحة أنه ممكن تكون فنان. فصرت أعمل لقاءات مع الفنانين. أذكر أول خبر كتبته عن سعد خضر، هذا الكلام له أكثر من 35 سنة، عن مسلسل أو فيلم صراع الأيام أو موعد مع المجهول، شيء زي كذا. فقال لي سعد خضر وش رأيك تشتغل معنا؟ والله مالي ما أبغى ما فكرت. فحضرت مسرحية، كنا كلنا مجموعة صحفيين، أذكرها في قاعة المحاضرات عند برج المياه سابقا. فعرضوا مسرحية كان اسمها قدر الشراكة، إخراج وتأليف عبد الرحمن المقرن، إنتاج جمعية الثقافة والفنون. فكنت جاي أكتب عنها، تخانقوا الممثلين بين بعض، المفروض البطولة لمين؟ لمحمد العلي الله يرحمه. اختلف المؤلف من يجيبون غير محمد العلي؟ من اللي يعني المواصفات أو الشكل؟ سووا محمد الكنهان بطل المسرحية، كان في علي إبراهيم، أحمد الهذيل، مجموعة، خالد سامي الله يرحمه يغفر له. فقال المخرج لو سمحتوا الصحفيين يطلعون برا، أن في مشاكل في المسرحية، فكلنا نبغى نكتب ونجلد ولقد طردونا من فقال الرفاعي تعال، هذا عبد الرحمن مقرن الله يذكره بالخير، أبو عبد الله
فقال فيه دور مستخدم أجنبي سواق نبغاك فيه. قلت نعم. ما أبغى أمثل ولا أبغى التمثيل. قال جرب. جرب جرب. دخل دور سواق. من هنا كانت البداية. إلى ما قبل هذا الموقف أنت ما لك علاقة بالفن، يعني لا أيام الدراسة لا 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 لا، الدراسة فيه في بدايات حب شغف بس كبرنا. لا لا. طيب بدأت مع هذه المسرحية بعدها بثلاثة شهور قالوا نبغاك مسرحية ثانية اللي هي تحت الكراسي بطولة محمد العلي الله يرحمه وناصر القصبي وعبد الله السدحان وخالد سامي وراشد شمراني مجموعة قبلي كثير يعني برضو دور مستخدم أجنبي عند محمد العلي. أبو محمد يمكن إحنا اللي يقرأ تاريخ المسرح السعودي يشوف تحت الكراسي دائما يعني الألمة حضورا حتى يعتقد أنها يمكن هي بداية المسرح، بس كلامك يعني أنه في بدايات كثيرة في قبلها ثلاث أربع مسرحيات في قطار الحظ في آخر المشوار هذه قبل بكثير كانت بطولات عبد العزيز الهزاع. طيب كيف صارت النقلة علي إبراهيم؟ كيف صارت النقلة من المسرح إلى التلفزيون؟ من خلال المسرح بدأت أسوي مشاهد قصيرة للتلفزيون من خلال الله يذكره محمد الماضي كان عنده برنامج اسمه من كل بستان زهرة كان يشارك فيه بكر الشدي الله يرحمه وناصر وعبد الله كانوا يشاركون فيها ممكن أكسجين. إيه طبعًا أبو محمد يعني جمعتك مسرحية تحت الكراسي بالراحل محمد العلي. نعم. وبعدين في خلك معي كان حضوره قريب من الفنان محمد العلي الله يرحمه. وش نعم. تحكي لنا عن محمد العلي؟ كويس فنان كويس ذكرتني ب محمد العلي أتخيله أمامي الآن نصائحه. مو لي أنا جميع الموجودين في الوسط الفني أتذكر هذا الرجل يصرف له مكافأة من جمعية الثقافة والفنون يجي يوزع المكافأة على الموجودين في المسرح الفنيين اللي ينظفون المسرح تشك تشك تشك. خلص مكافأة شوف البساطة شوف الفن مو لا والله ما يطلع برياض في جيب الله يرحمه. غير الصحافة وغير الفن كان لك حضور أيضا في الإعلام يعني برنامج الكاميرا الخفية صحيح المعلومة يمكن أنتجت منه 7 مواسم إذا ما لا عديت وخرجت وقدمت 7 مواسم سبع مواسم ورا بعض برنامج مو معقول وناس ومطبات و بدون زعل وفرفشة وأوفسايد كتير كتير ودي بأول نسخة من الكاميرا الخفية مو معقول وش تحكي لنا عن كواليسها؟ هذه بداية الكاميرا الخفية هذه أصعب مرحلة ما أدري أنجح أسقط يعني كنت بادي أن أعرف شيء بسيط أنا ما مثلت في الكاميرا الخفية أنا عديتها وخرجتها وقدمتها حتى كانوا فيه مخرجين قالوا من هو خالد الرفاعي لما يصير مخرج ما درس إخراج وكذا فكنت أقول لهم يا جماعة مو إخراج تمثيل رؤية أنا أشوف أنه اللقطة كذا بس لكن ماني دارس أنا جايب ناس أحسن مني مصور أحسن مني مشغل فيديو كنا أول فيديو ما في كاميرا شريط وسطها لا فيديو صوت كان زي دي زي كذا تحط مايك كنا نتعب تعب لا يعلم إلا الله كم كان يأخذ معكم موضوع التصوير والمونتاج لا كنت سريعا أنا كنت سريع يعني وكنت دائما أتدخل وأدور المواقف اللي فيها نرفزة عشان تخلص بسرعة وفيها طق عشان تخلص بسرعة كان يصير طق في الكواليس كثير يصير طق وأتدخل أنا أحيانا في ناس يعرفوني وفي ناس
ممكن يهبدوني مع اللي هبدوهم، بس الحمد لله. طبعا الطق اللي كان يصير اكثر من اللي طلع على الشاشه. اي كثير، التلفزيون ما شاء الله قطع لين قال بس، وحلقات كثير ترى رفضت كثير كثير، بس شفتها بعد سنوات في القنوات الثانيه نفس الافكار وموجوده عندي. نفس الافكار اللي رفضت موجوده عندي، رفضوا التلفزيون لانه فعلا انا كنت اتخيل بعد مده، يعني بعد ما جانا الوعي وكذا من ثالث رابع جزء، انه فعلا الناس يقلدون الكاميرا القبيه، يعني ممكن يقلدونها في الشر مش في الخير. على ارض الواقع. اي على ارض الواقع، مثلا يجيك واحد يقول لك انا ببيعك سياره عندي شغاله السياره وما فيها شيء وما ادري ايش، انت تصدق يروح مدبسك سيارة يكون خربانة، مكينة، غير شيء كويس. بنسوي مقلب في محل حمام مثلا، يروحون لطشين الحمام فكان يحصل مواقف تكون عكس. وهذا اللي خلاكم توقفوا؟ اي لا ما وقفت، انا بديت الافكار صرت احط خط تحت بعض الافكار، انا قبل ما يقول لي التلفزيون صرت انا رقيب على الأفكار اللي نعملها عشان لا تقلد. جميل. طيب الآن أبو محمد كيف تشوف المشهد الفني إجمالا؟ خلنا نأخذه على صعيد الدراما ثم المسرح. مسرح والله ما أشوف الآن مسرح. التلفزيون أعمال ما نشوف إلا في رمضان، ما أدري يعني القنوات كلها يعني ما تكلف إلا في رمضان. طيب ليش ما يصير في إنتاج غير رمضان؟ يعني أنا أو كل الناس ما يشوفون التلفزيون إلا في رمضان؟ لا، أنا يوميا مثلا بشوف برنامجك، بشوف العرفج ما شاء الله والله يتابعه الرجل هذا، يعجبني البرنامج. ففي برامج أحيانا تقعد أنت تستنى الله اليوم موعد كذا، اليوم مسلسل كذا، اليوم برنامج كذا. ليش نقعد في السنة مرة؟ كلنا القنوات الآن ما شاء الله في رمضان أقل قناة ثلاثة مسلسلات. يعني الفكرة اللي دائم تطرح وتقال من قبل المنتجين والقنوات أنه هذا موسم ومسلسلات، أنه هذا ترند القنوات، ترند القنوات. أنت تشوف أنه لا، لا ما هو لازم يا أخي. العمل الجيد يفرض نفسه، فسار الغث والسمين. حلو، يلا عطنا القناة اللي بعدها، عرفت يعني؟ قاعدين عنا نتفرج على مسلسل في القناة دي ومسلسل في القناة دي فخلاص يا أخي. طب يعني من المعلومات اللي عرفتها وممكن تصحح لي، أنه معروض عليك العمل في مسلسل حاليا. أي والله عرض علي كذا عمل، والله ما أقدر والله. واعتذرت عنه؟ اعتذرت لأنه ما أشوفها يعني بالله، وشلون أمثل معك وأنا حاطك سجين؟ إلا إذا بتعطيني دور واحد حطك سجين. لا، هم لما عرضوا عليك الدور ما كان يعرفوا بالطول. لا يعرفون، بس يبغون خالد، كخالد الرفاعي جزاهم الله خير ورحم الله والديهم، في منتج من المنطقة الشرقية اسمه الظاهر علي العلي أو كذا، عنده عمل بيصوره بالأحساء، عرض علي والله يعتذر. سبق أبو تركي برضه عبد الله السلحان ما أنسى، قد عرض علي واعتذرت عشان ظروفي الصحية. قدامك العافية يا رب، وإن شاء الله نشوفك في ظروف صحية حبيب. أجمل يا رب حبيب. على مستوى اليوم إذا استعرضت السيرة، يعني ما شاء الله أنت تحمل رقم كبير جدا من الأعمال الفنية. نعم. وين العمل الفني اللي ما زلت تشعر أنه الأقرب لك والأجمل في سيرتك؟ مفرح أخوي، ما في أقدر أقول لك عمل أحلى من عمل كل. أنا أعرف كل أنا والله. متأكد أنها قريبة والله، لكن بلا شك أن واحد منها يحمل ذكرى، يحمل والله نجاح والله، يحمل كواليس معينة. خليتني أذب السجين. سامحني. عندك طال عمرك عمل عرض علي وكنت رافضه وما أبغى أشتغل فيه، تخيل. أي. إلا بعد واسطات من زملاء وسعد خضر ومدري مين ومدري يا رجال اشتغل. يا أخي ما لي نفس أشتغل هالكاركتر اللي هو كاركتر المستخدم الأجنبي، ما أبغى أشتغل. إلا تشتغل يا رجال اشتغل، وكم يوم وتخلص. اشتغلت
أنا ما كنت ضارب حسابه، أبغى بس مجاملة لفلان وفلان إني أشتغل على العمل وخلص. اشتغلت العمل، بعد ما عرض العمل عمل جو، أنا يعني ما كنت متوقع، اللي هو مسلسل الوهم عن المخدرات، كان بطولة محمد العلي وحبيبي وزميلي محمد العيسى مبطي عنه والله، وأختنا زينب العسكري، مجموعة وعمر الجاسر وفايز المالكي، والله مجموعة من يعني يعتبر عبد العزيز الفريحي، بدايات بعض الممثلين، ومحمد الحجي الظاهر، والله مجموعة عشان لو نسيت قد زحلقت. فهذا العمل ما كنت أنا يعني أبغى أشتغل فيه، سبحان الله ضرب مع الناس كلهم، إلى اليوم أكثر الناس الوهم عرفت. فأحيانا تشتغل عمل ما تكون يعني مستعد له، وأحيان عمل مستعد وتعبان ومقطع الشغل ومقطع نفسك ما يعمل الجو. نعم. اليوم لك، لو لك رسالة تخص المشهد الفني على وجه التحديد، لمين توجهها وإيش تقول فيها؟ للمواهب، لفنانين معينين، لعمل معين، لمستقبل معين، لمين تقولها وإيش تقول فيها؟ يرفقون على أنفسهم ولا يستعجلون الشوطة. في ناس لهم 40 سنة، أنا أعرفهم 40 سنة، لحد الآن ممكن يمر من عندك تقول يا أخي أنا قد شفتك، بس وفعلا ما أنت تتريق، قد شفتك بس وين. وفي ناس سبحان الله 3-4 سنين، فالقبول من مين؟ من الله، من رب العالمين. إذا جاء قبول عاد هذا شيء ثاني، بس لا يستعجلون الشهرة، لا يستعجلون التشخيص. وقف، أيوة طالع حلو، يلا نقول، ولو حافظ النص ما في إحساس للأداء، بس يبغى يقول الكلمتين ويمشي. لكن إجمالا قبل ما نختم اللقاء، المواهب موجودة، أنت تشوف أنه في عندنا عدد جيد من المواهب؟ فيه وبالذات ترى السينما ترى فيه مستقبل للسينما. جميل. مو الأفلام القصيرة والشغلات، لا يعني في السينما ان شاء الله في الطريق، واحنا جالسين نشوف اعمال سعوديه تعرض الان في السينما. في ما ابغى اذكر، لكن في اعمال، في ممثلين، في ممثلات، بس نقول لا تستعجلون. جميل. واحنا نقول لك شكرا جزيلا على وقتك الثمين، شكرا على هذا اللقاء، شكرا على استضافتك لنا في منزلك، وان شاء الله تتعدد اللقاءات يا رب. يعطيك العافيه حبيبي، وشكرا لك، وشكرا لروتانا. وكنت أبغى أقول جملة بس، تفضل. اللي طال عمرك الوسط الفني اللي احنا عايشين فيه تراه جاحد جاحد ثم جاحد ثم جاحد، يعني أنا مريض الآن، وغيري كثير من الفنانين مرضوا، واللي خذاهم الله يعني توفاهم برحمته، ممثلين كثير أو مطربين أو شعراء أو مثقفين أو إعلاميين، كلنا ننتمي لوسط إعلامي واحد. ما أبغى أنا تتصل بمجاملة، ما أتصل بك أنا مجاملة، ترى اللي فيني اليوم أنا، هذا نقصد أكسجين وتعبي وذا، ما أدعي أنا على أحد، بس حيجيك يوم وتتعب، يجيك يوم تحتاج من يقول لك ألو كيف حالك، غير عيالك، الناس اللي شاركت معهم أو اشتغلت معهم، مو أنت خلصت خلاص تقاعدت ما عاد نبغاك يا خلاص. في جيل، أوكي في أجيال، حنا نقول كراسي، بس احتفظ يا أخي بذا الكرسي، خله موجود، لكن كلمة والله هذا القدامى معد يعني نبغاهم، في ممثلين ترى خلاص قالوا معد نبغاهم معد. طيب في دور أب، في مين دور اللي يقولها؟ المنتج؟ أكثر المنتجين وبعض القنوات، أنه خلاص يعني فلان خلاص انتهى نشوف
طيب أوكي، ما في هذا الشاب الجديد اللي عمره 20 28 30، ما له أبو يا أخي، ما له جد يا أخي. طيب في ممثلين كبار، ليش تركب ذلك ومكياج وتعجز به؟ وفيه اللي يلعب الكاركتر هذا، الله يشفيه على المدفع الآن ما يشوف، يعتبر ضرير، الله يشفيه ويقومه بالسلامة. هذا هو شغال. من اللي مشغله؟ الوحيد اللي مشغله فيصل العيسى بشباب البوم، لكن باقي المنتجين تغفلوا. فأنا بودي أنه يكون فيه التفاتة، مو لي أنا، لا، الممثلين القدامى الموجودين يعطون حقهم من التقدير، مو ماديا. ليه ما يكون طيب في عندنا نقابة كل ممثل يشتغل يدفع مبلغ؟ ليش لا يا أخي، يدفع مبلغ من عمله اللي اشتغله، حصة قليلة، لا صندوق، لو مرض، لو يبغى يتزوج، لو طاح بيته، لو يبغى يبني، يكون الفنانين كل سنة يدفعون أو من كل عمل يدفع، لا مانع يا أخي، زي النقابة، من خلال جمعية الثقافة والفنون، من خلال أي دائرة مسرحية، إنه هذا ليش، ليه ما يصير عندنا الكلام؟ ويعطيكم العافية، طولت عليكم. لا أبدا، يعني احنا سعيدين بالوقت معك، وإن شاء الله تتعدد وتتنوع لقاءاتنا. حبيبي أستاذ خالد، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. تحياتي، شكرا جزيلا لك. شكرا للأستاذ خالد الرفاعي، شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا، ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.